بسم الله الرحمن الرحيم، وأشهد الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسع علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء صحيحه وشراحه في الدارين، آمين. أما بعد، الباب 15 من الكتاب 17، كتاب النكاح، باب زواج زينب بنت جحش رضي الله عنها ونزول الحجاب وإثبات وليمة العرس. وسيدتنا زينب بنت جحش تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم لإبطال حكم النبوة البنوة وما ينبني عليه، حيث أنها كانت زوجة لابنه من التبني، وهو سيدنا زيد ابن ثابت، سيدنا زيد ابن حارثة، سيدنا زيد ابن حارثة تبناه النبي مكافأة له، وكان التبني غير محرم، وهي عادة كانوا يتوارثونها قبل الإسلام. فلما أراد الله سبحانه وتعالى أن يلغي هذه العادة فقال ادعوهم لآبائهم وأقسطوا عند الله، فبعدما كان يدعى زيد بن محمد صار زيد بن حارثة كما كان. وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم لبنت عمته زينب بنت جحش، وكانت شريفة قرشية، ثم بعد ذلك طلقها سيدنا زيد لأنها كانت ترى أنها أشرف منه نسبا في نظرها، فكانت أحيانا تتعالى عليه، فلم تدم العشرة بينهما، وكان كلما اشتكاها للنبي يقول له أمسك عليك زوجك، والنبي كان أعلمه الله أن بالوحي سوف تكون زينب له زوجة له، حتى يثبت حكم أن الزوجة للابن من التبني ليست كالزوجة للابن من النسب، فزوجة الابن من النسب تحرم على الأب حرم التأبيد، فلو طلقها الابن لا يتزوجها الأب أبدا وإن علم، تصير حرمة على التأبيد. أما الابن من التبني فلا ينبني عليها تحريم، فزوجه الله إياه بغير شهود على في الأرض. ومعلوم أن النبي من خصوصياته أنه لا يحتاج في زواجه إلى ولي ولا إلى شهود، ودي من خصوصيات نبينا صلى الله عليه وسلم، لا إلى ولي ولا إلى شهود ولا إلى مهر، ولكن كان أوضح ما يكون هذا في زينب بنت جحش، حيث أن النبي دخل بها بغير شهود ولا صيغة ولا شيء، دخل بها مباشرة، وكان كانت سيدتنا زينب يعني تعتبر نفسها أنها من أهل هذه الفضيلة، فكانت أحيانا يعني تذكرها أمام ضرائرها أنها زوجها الله سبحانه وتعالى في السماء وشهد على عقدها الملائكة. والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج غيرها تزوج بعقود وأولياء وغير ذلك على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب في حقه، فالنبي مؤتمن لا يحتاج لولي، والنبي مؤتمن لا يحتاج لشهود صلى الله عليه وآله وسلم. أما نحن فلن نحتاج بقى في زواجنا إلى ولي وإلى شهود وإلى إشهار وإلى مهر وإلى غير ذلك من من عقود الزواج المعترف بها عند الشرع الشريف. بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للإمام مسلم في صحيح الحديث 75 بعد 503، قال حدثنا محمد بن حاتم بن ميمون قال حدثنا بهز حا قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم قالا جميعا حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس، ثابت اللي هو البناني زوج بنت أنس بن مالك وراوي أنس بن مالك، عن ثابت عن أنس، وهذا حديث بهز قال لما انقضت عدة زينب
يعني بعد تطليقها من زيد بن حارثة وانقضت عدتها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيد: فاذكرها علي، يعني اخطبها لي. فدل على أن الرجل له أن يوكل غيره في خطبة امرأة، يعني ممكن يخطب بالوكالة. فاذكرها علي، أي اخطبها لي. قال: فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها، قال: فلما رأيتها عظمت في صدري، مجرد مع أنها كانت زوجة له وعاش معها، لكن بمجرد أنه علم أن النبي يخطبها لنفسه جلال النبي انسحب عليه، فبمجرد ما وصل إليها عظمت، يعني بقت يعني جليلة في صدري، لدرجة لم يستطع أن يواجهها بوجهه، بل كلمها وأعطاها ظهره، لأنها عظمت في صدره لجلال النبي عنده صلى الله عليه وسلم. فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرها، فوليتها ظهري ونكست على عقبي، فقلت: يا زينب، يعني كلمها وهو معطيها ظهره، لأنه لا يستطيع مواجهتها بعدما صارت في نظره معظمة جليلة. ليه؟ لأنه صارت سوف تصير زوجة للنبي، وكأنه عالم أن بمجرد النبي خطبها صارت له زوجة، فسحب عليها حكم الزوجات قبل أن تقول نعم. فقلت: يا زينب، أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرك. ما كانش لسه نزلت آية الحجاب. قالت: ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، يعني تصلي استخارة. طب ما ليه ما وافقتش بسرعة؟ خافت أن تقصر في حق النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لو تزوجت النبي مسؤوليتها كبيرة، والتعامل مع النبي كزوج غير التعامل مع النبي كرسول صلى الله عليه وسلم، فخافت ألا تحسن عشرته وتقوم بحقه، فقالت: أما استخير الأول. وهذا يدلك على أنهم كان عندهم حلم وأناة في اتخاذ القرار، وليسوا متسرعين. ما أنا بصانعة شيئا حتى أوامر ربي، يعني أستخير ربي. فقامت إلى مسجدها، يعني مكان سجودها في بيتها، المكان اللي بتصلي فيه في بيتها. فقامت إلى مسجدها ونزل القرآن، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل عليها بغير إذن، لأن خلاص زوجناكها، ربنا قال له زوجناكها، يعني أنت زوجها خلاص انتهى. فدخل النبي عليها بغير إذن، ما استناش حتى تجاوب تقول نعم. قال: فقال: ولقد رأيتنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أطعمنا الخبز واللحمة حين امتد النهار، اللي هي وليمة زينب، وليمة الدخول. فخرج الناس وبقي رجال يتحدثون في البيت بعد الطعام، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم واتبعته، فجعل يتتبع حجر نسائه يسلم عليهن ويقولن: يا رسول الله، كيف وجدت أهلك؟ قال: فما أدري، أنا أخبرته أن القوم خرجوا أو أخبرني؟ قال: فانطلق حتى دخل البيت، فذهبت أدخل معه فألقى الستر بيني وبينه ونزل الحجاب. قال: ووعظ القوم بما وعظوا به. زاد ابن رافع في حديثه: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا، فإذا طعمتم فانتشروا، ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم، والله لا يستحي من الحق. وعن أبي قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني وأبو كامل فضيل بن حسين وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت عن أنس، وفي رواية أبي كامل: سمعت أنسا قال: ما رأيت رسول الله، يعني قال سمعت، ما قالش عن أنس، يعني ثابت في الرواية دي قال سمعت عن أنس، من عن طريق كامل الجحدري، طريق كامل الجحدري التصريح بالسماع من ثابت لأنس، لكن الطريق الآخر
ثابت قال عن انس، عن غير التصريح بالسماع، التصريح بالسماع اقوى، لان عن قد تهم انه سمعها عن غيره ثم دلسه، فاهم؟ عشان كده ايه اشار اليه. وفي روايه ابي كامل اللي هو ابي كامل الجحدري شيخ الامام مسلم، سمعت انسا، سمعت من اللي قال سمعته؟ ثابت البناني، فاهم؟ سمعت انسا قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اولم على امراه، وقال ابو كامل على شيء من نسائه ما اولم على زينب فانه ذبح شاة، يعني كانت وليمه فخمه، الولائم الثانيه كان ايه شويه تمر شويه سويق، لكن دي بقى لحم و و و و وخبز وغير ذلك، لان النبي ايه صلى الله عليه واله وسلم تزوجها بقران بنص قراني، والباقيين تزوجها بوحي عادي، لكن دي بوحي قراني، والوحي القراني اعلى، فلما كان اعلى كانت نعمه كبيره، فالنعمه الكبيره تشكرها بوليمه كبير صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا محمد بن عمرو ابن عباد ابن جبله ابن ابي رواد ومحمد بن بشار قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر، محمد بن جعفر اللي هو اسمه غندر اللي هو بيروي عن شعبه بن الحجاج زوج امه وشيخه، قال حدثنا محمد وهو ابن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد العزيز بن صهيب قال سمعت انس ابن مالك رضي الله عنه يقول ما أولم رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل مما أولم على زينب، فقال ثابت البناني بما أولم، قال أطعمهم خبزا ولحما حتى تركوه، يعني كان كتير أول درجة تركوا الأكل زي ما هو من كثرته. والعجيب الشادي كان منها أكثر من 300 صلى الله عليه وآله وسلم، وتركوا إيه الأكل كما هو، وده برضه من معجزات نبينا تكثير الطعام ببركته صلى الله عليه وسلم. وعن ابي قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي وعاصم بن النضر التيمي ومحمد بن عبد الاعلى كلهم عن معتمر واللفظ لابن حبيب قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت ابي قال حدثنا ابو مجلز عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب بنت جحش دعا القوم فطعموا ثم جلسوا يتحدثون، قال فأخذ كأنه يتهيأ للقيام، يعني الناس قعدت تاكل وخلصت أكله بتتكلم طال الأكل، فالنبي عمل نفسه أنه بيقوم يعني علشان هم يفهموا يمشوا بقى، ما فهموش مشغولين في الكلام برضه، فراح النبي ألم استفيد أنا بوقتي واروح امر على الزوجات التانيين، فمر على الزوجات التانيين السلام عليكم اخباركم ايه، مر على 9 زوجات رجع لقاهم معظمهم ادركوا مشي ما عدا 3 أو 2 قاعدين لسه يتكلموا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم على ايه اسكفة الباب يعني على ايه عتبة الباب، ونزلت بقى الآية وادركوا ومشوا، نزلت الآية بعد كده كأنه يتهيأ للقيام فلم يقوموا، فلما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حيي قام، فلما قام قام من قام من القوم، زاد عاصم وابن عبد الأعلى في حديثهما قال فقعد 3، أول ما النبي بقى قام وانصرف الناس بقى معظمهم فهموا ما عدا 3، فضلوا قاعدين برضو إيه بيتكلموا مع بعض مشغولين بقى في الحديث يعني، قال فقعد 3 وإن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليدخل فإذا القوم جلوس، يعني خرج ورجع لهم لسه قاعدين، ثم إنهم قاموا فانطلقوا، أول ما أدركوا بقى كده مشوا، قال فجئت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد انطلقوا، قال فجاء حتى دخل فذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه، قال وأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمهن متاعا فسألوهن من وراء حجاب، أدي بقى الحجاب، وإذا سألتمهن متاعا اسألوهن من وراء الحجاب،
وما كان لكم أن تنكحوا ذلكم إيه؟ أطهر لقلوبكم وقلوبهن. وما كان لكم أن تنكحوا أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجهم بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. وده برضو إيه من خصوصيات النبي أن أزواجه بعد وفاته لا يتزوج غيره، دليل أن حكمه في بعد الوفاة كحكمه في حال الحياة خلافا للوهابي ليقسم ويقول لك الحياة ليها أحكام والوفاة ملوش دعوة بينا بقى خلاص. طب ما زوجاته فضلت عليه ده النفقة عليهم إلى أن ماتوا كأن النبي عايش، يبقى حكم النبي بعد وفاته كحكمي في حال حياتي سواء بسواء. فمنين بقى الوهابية يقول لك مات خلاص؟ فما لو مات خلاص زي سائر الناس ما كان زوجاته اتجوزوا بعدين، أو ممكن على الأقل واحد يتقدم لخطبتين، فدل على أن حياة النبي في برزخه أعلى كمان من حياته في حال مماته في حال حياته الدنيوية. فإن كان انتقل من الأدنى للأعلى فكيف يسلب الاستفادة ببركته بعد وفاته؟ وبالإجماع يستفاد ببركته في حياته. فكل المشكلة دي نشأت في ذهن ابن تيمية وذكرها فخالف الإجماع، وجم الوهابية أحيوا هذا المذهب السقيم المريض الذي مات مع ابن تيمية ثم أحيا محمد بن عبد بعديه، وبعدين بعد كده دخل في قلب سلفية العصر. فربنا يشفيهم من هذه الأمراض، أسوأ من أنفلونزا الخنزير، هذا المرض أسوأ من الإيدز ومن فيروس سي ومن أي طاعون والله، لأن الطاعون يصيب الإنسان في بدنه لكن هذا المرض يصيب الإنسان في قلبه ودينه وعلاقته بنبيه، فهذا أسوأ بكثير. وعن أبي قال وحدثني عمرو الناقد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال ابن شهاب إن أنس بن مالك قال أنا أعلم الناس بالحجاب، لقد كان أبي بن كعب يسألني عنه، قال أنس أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عروسا بزينب بنت جحش، قال وكان تزوجها بالمدينة فدعا الناس للطعام. يبقى الوليمة تمت بعد الدخول بعد ارتفاع النهار، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس معه رجال بعدما قام القوم، حتى قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشى فمشيت معه حتى بلغ باب حجرة عائشة، ثم ظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت معه فإذا هم جلوس مكانهم، فرجع فرجعت الثانية حتى بلغ حجرة عائشة، فرجع فرجعت فإذا هم قد قاموا، فضرب بيني وبينه بالستر وأنزل الله آية الحجاب. وعنه به قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جعفر يعني ابن سليمان عن الجعد أبي عثمان عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال تزوج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فدخل بأهله، قال فصنعت أمي أم سليم حيسا، وإحنا قلنا الحيس عبارة عن إيه؟ لبن أقت يعني وتمر وسمن، فجعلته في تور، والتور ده إناء صغير من نحاس أو من حجر، التور إناء صغير، فقالت يا أنس اذهب بهذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقل بعثت بهذا إليك أمي وهي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا، يعني طعام على قد النبي وزوجته بس، حاجة إناء صغير كده زي طبق كده، فقلت إن أمي تقرئك السلام وتقول إن هذا لك منا قليل يا رسول الله، فقال ضعه، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا، قال له طب ادعوه يعني اتركوا مع طعام الوليمة يعني واجمع الناس عليه كمان، ثم قال اذهب فادع لي فلانا وفلانا وفلانا ومن لقيت، وسمى رجالا يعني دعوة عامة بقى، فدعوت من سمى ومن لقيت، قال قلت لأنس عددكم كانوا عدد كم كانوا، فقلت لأنس عدد كم كانوا، قال زهاء 300، وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أنس هات التور، هات التور بكسر تاء هاتي كده، هاتي لأن فعل إيه اسم فعل أمر، هاتي زي تعالي تعالى، هنا تقول له هاتي زي خد،
واخد بالك؟ بكسر التاء حتى لخطاب المذكر بكسر التاء. هاتي فقال وقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس هات التور، التور اللي هو الاناء الصغير زي الطبق ده. قال فدخلوا حتى امتلأت الصفه والحجره، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحلق عشره عشره ولياكل كل انسان مما يليه. قال فاكلوا حتى شبعوا، قال فخرجت طائفه ودخلت طائفه حتى اكلوا كلهم، فقال لي يا انس ارفع، قال فرفعت فما ادري حين وضعت كان اكثر ام حين رفعت. قال وجلس طوائف منهم يتحدثون في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس وزوجته مولية وجهها إلى الحائط، فثقلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم على نساء ثم رجع، فلما رأوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد رجع ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه، قال فابتدروا الباب فخرجوا كلهم، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أرخى السترة ودخل وأنا جالس في الحجرة، فلم يلبث إلا يسيرا حتى خرج علي وأنزلت هذه الآية، فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقرأهن على الناس. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال الجعد قال أنس بن مالك أنا أحدث الناس عهدا بهذه الآيات، وحجبن نساء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن أبي قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن أبي عثمان عن أنس رضي الله عنه قال لما تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم زينب أهدت له أم سليم حيسا في تور من حجارة، دل على أنه يستحب لجيران العريس العروس يعني إن هم يبعثوا إليه طعام يساعدونه في الوليمة، وليمة العرس، مش يجوا يأكلوا بس، لا يجوا يأكلوا ويبعثوا برضو طعام، لأنه ممكن يأتي ناس كثير فيسن الناس إنها إيه تحضر معها طعام وهي راحة لوليمة العرس، أو زي ما عملت أم سليمة. اذهب فادعوا لي فقال أنس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فادعوا لي من لقيت من المسلمين، فدعوت له من لقيت، فجعلوا يدخلون عليه فيأكلون ويخرجون، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على الطعام فدعا فيه وقال فيه ما شاء الله أن يقول، ولم أدع أحدا لقيته إلا دعوته، فأكلوا حتى شبعوا وخرجوا وبقي طائفة منهم فأطالوا عليه الحديث، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يستحي منهم أن يقول لهم شيئا، فخرج وتركهم في البيت، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق، وإذا سألتمهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قال قتادة غير متحينين طعاما، يعني غير ناظرين إناه، يعني معناها إيه تفسيرها للقتادة؟ الغير متحينين طعاما، يعني ما تقعدوش تستنوا طعام وهو ما بيعملش طعام أصلا. غير متحينين طعاما ولكن إذا دعيتم فادخلوا حتى بلغ ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة الوليمة، لما يدعوك إلى الوليمة ما حكم إجابة هذه الدعوة، دعوة وليمة العرس؟ ثلاث مذاهب وهي ثلاث أوجه عند الشافعي. الوجه الأول أنها فرض عين على كل من دعي، والوجه الثاني أنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقى من الآخرين، والوجه الثالث أنها مندوبة.
والراجح انها هي وجه فرض عين على كل من دعي ان يجيب، الا ان يكون هناك عذر من الاعذار التي تمنعه من الاجابه. والاعذار التي تمنعه من الاجابه ان يكون الطعام فيه شبهه حليه او حرمه، او ان يكون المكان غير مناسب كان يدعو فيه بعض وسائل اللهو المحرمه، او ان يكون في الطعام خمر او شيء من هذا، او ان يدعى الاغنياء ويترك الفقراء، لانه بئس الطعام طعام الوليمه يدعى اليه الاغنياء ويترك الفقراء. كل ده مسوغات انك انت لا تجيب الدعوه وتعتذر. لكن باقي دعوات الطعام غير وليمه العرس يستحب ولا يجب. كويس؟ اي وليمه زي العقيقه، زي الوكيرة، زي الوضيمة، زي أي طعام آخر، فيستحب إجابتها ولا يجب. كويس؟ ولم يقل بوجوب إجابة الدعوة مطلقا لأي طعام إلا الظاهري، إلا في مذهب الظاهرية قالوا واجب في كل طعام مطلق إذا دعيت إليه. الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة. وعنه به قال: والوجوب هو، لما نقول واجب عين، الوجوب هو الحضور وليس الأكل. الأكل مستحب لكن الوجوب هو الحضور، يعني ممكن يحضر وما يأكلش مش مشكلة. واضح؟ الوجوب منصب على الحضور لا على الأكل. الأكل ده مستحب، أكل أكل، ما أكلش ما يجرش حاجة. واضح؟ افرض صائم ما يجرش حاجة، مش مهم يأكل، يروح يدعي لهم وخلاص. وأقل الاستحباب في الأكل أن يأكل ولو لقمة، شرط يأكل أما يشبع، لأنه يعني ممكن يكون شبعان مش عايز يأكل، أو عامل رجيم غذائي، أو الطعام مش مناسب ليه لأنه عنده مرض معين يمنعه من أكل مثل هذه الأطعمة مثلا، فيقوم يأكل لقمة واحدة حتى يزيل من قلب الداعي أنه ممتنع من أكل طعامه لحرمة فيه. ممكن ده يأذي صاحب الطعام، يفتكر ان هو ما بياكلش، فاهم ان طعامه حرام، فما ياكل لقمه يزيل من قلبه هذا المعنى، يوم يجبر بخاطره. واضح؟ وعن ابي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرات على مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم الى الوليمه فلياتها. الامر هنا قلنا قد يكون للوجوب العيني او على سبيل فرض الكفاية أو على سبيل الاستحباب، وهي ثلاث مزايا، والراجح فيها أن هي على الوجوب العيني ما لم تكن هناك عذر. وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال: حدثنا خالد بن الحارث عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب. قال خالد: فإذا عبيد الله ينزله على العرس، يعني الوليمة تبع العرس يعني. وعن أبي قال: حدثنا ابن نمير قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب. وعن أبي قال: حدثني أبو الربيع وأبو كامل قال: حدثنا حماد قال: حدثنا أيوب حا قال: وحدثنا قتيبة قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إيتوا الدعوة إذا دعيتم، إيتوا الدعوة إذا دعيتم. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. واضح؟ وعلى شك كده أبي داود الظاهري قال يبقى الإجابة لازمة في كل دعوة مطلق، ده مذهب الظاهري. وباقي الجمهور قالوا لا، الوجوب ينصب على الوليمة العرس ويستحب في باقي الدعوات. وعن أبي قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: حدثني عيسى بن المنذر قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. وعن أبي قال: حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايتوا الدعوة اذا دعيتم. لو هتبدا في نطقها تقول ايتوا الدعوة اذا دعيتم، طب ولو هتوصل تقول صلى الله عليه وسلم اتوا الدعوة، صلى الله عليه وسلم اتوا الدعوة، لو هنوصل نقول كده. طب لو هنقول صلى الله عليه وسلم ونقف وبعدين نبتدي نقول ايتوا الدعوة، واضح؟ ايتوا الدعوة اذا دعيتم. وعن ابي قال: وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال اخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجيبوا هذه الدعوة اذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم، لأن الوجوب منصب على الحضور لا على الطعام على الأكل. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا. الكراع اللي هو الجزء المستدق من ساق الشاه أو البقر اللي ما فيهوش لحم، المصريين يقولوا عليه كوارع، لحد دلوقتي المصريين يقول لك عليه ايه؟ كوارع. وعاملين لها محلات، في محلات بتبيع اصلا شوربه كوارع وفتت كوارع لحد دلوقتي موجود، واضح؟ يعني كراع هي الكوارع، عشان تعرف ان المصريين برضو لغتهم ايه؟ فصيح، حتى بياكلوا بالفصاح مش اي حاجه يعني. قال: اذا دعيتم الى كراع فاجيبوا، يعني مش مهم يعني تجاوب لما يكون الاكل فخم يعني، يعني ولو حتى اكل بسيط، لان انت الاجابه ليس المقصد منها انك تاكل بقدر ما هي جبر خاطر المسلم. فهمت ازاي؟ مش تساله لما يجي يدعوك في وليمه العرس تقول له: انتوا هتجيبوا ايه اكل؟ لو قال لك مثلا هنجيب فول وطعميه تقول له: انا متاسف انا بكره هبقى مشغول، شكرين. واخد بالك؟ لا يعني تجيب مطلق، كويس؟ وعن أبي قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حا قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. يبقى الإجابة هنا منصبة على الحضور مش على الأكل، لان الاكل ده متروك بقى للمشيئه، انت ليك رغبه ان تاكل او مالكش رغبه دي مساله ثانيه. فان شاء طعم وان شاء ترك، ولم يذكر ابن المثنى الى طعام. وعن ابي قال: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابي الزبير بهذا الاسناد بمثله. وعن ابي قال: حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا دعي احدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، يصلي يعني يدعو للناس، أو يصلي صلاة بالحقيقة ركعتين كده تطوع حتى تحدث بركة الصلاة في المكان يعني. وإن كان أو فليصلي يعني يدعو لأهل لأهل الوليمة. وإن كان مفطرا فليطعم. وعن أبي قال: حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. يبقى إيه الواجب على من يدعو للوليمة؟ ألا يخص إيه الأغنياء، بل يدعو إيه الأقارب كلهم والمعارف كلهم، غنيهم وفقيرهم كلهم يدخلوا ويأكلوا، لكن ما يخصش الاغنياء دون ايه؟ دون الفقراء، ما يصحش، والا يبقى بئس الطعام. وعن ابي قال: وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان قال: قلت للزهري: يا ابا بكر، كيف هذا الحديث شر الطعام طعام الاغنياء؟ فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الاغنياء. قال سفيان: وكان ابي غنيا، فافزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة يقول: شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. يا
تبقى شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء، مش شر الطعام طعام الأغنياء. لا، هو فهمها كده خير، أبوه غني يبقى كل طعامه شر. ففهمه بقى. وعن أبي قال: وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، نحو حديث مالك. وعن أبي قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. وعن أبي قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان قال: سمعت زياد بن سعد قال: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. ونقف على باب: لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجا غيره ويطأها ثم يفارقها وتنقضي عدتها. غدا إن شاء الله، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.